السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مني أنا دكتور يوسف أوضة، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة من خلال قناتنا على اليوتيوب. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج خطوة بخطوة. أكتر حاجة بتقلق الأم والأب إن الطفل بيعيط، وطبعا العيط أو البكاء عند الأطفال له أسباب كتيرة جدا. ممكن يكون الطفل جعان، أو ممكن يكون شبعان قوي، أو يكون عايز يتكرع، أو تكون الحفاضة بتاعته عايز تتغير، أو يكون تعبان، أو يكون عنده انتفاخ ومغص. كل دي أسباب بتخلي الطفل يعيط. النهاردة بقى وفي الحلقة بتاعت النهاردة هجيب لكم حل سحري عشان نسكت بيه الطفل اللي بيعيط. يلا مع بعض نشوف هنعرف نسكت الطفل ازاي. نلتقي بعد الفاصل. بعد ما اطمننا على الطفل وتأكدنا انه مش تعبان ولا عنده مغص ومغيرين الحفاضة بتاعته ومش عنده التهابات مكان الحفاضة وما فيش عنده مشكلة تخليه يعيط، لازم برضو نحط في بالنا ان الطفل ممكن يعيط 3 ساعات متواصلين وبلا سبب وبلا انقطاع. طب دي هنحلها ازاي؟ يلا نشوف مع بعض ازاي هنسكت الطفل اللي بيعيط. لو اعتبرنا ان الطفل ده طفل بيعيط مش بيبطل عيط، هنعمل ايه؟ اول حاجة هنمسكه كده بايدينا، هنميله بزاوية 45، نمسك الايد دي قدام والايد دي زيها، نمسكه بايديه الاثنين ونسند دقنه كده بالطريقة دي، تمام؟ وامسك ايديا تحت الحفاضة ما بين رجليه كده بالطريقة دي، وابدأ اهزه بحركة دائرية واعمل واحرك وسطه من تحت في الحفاضة. 99% من الحالات دي ان شاء الله تقف العيط على طول، مجرد كأنك دوست على زرار وفصل فعلا على طول. عاوز كل ام تجرب كده الطريقة دي، وان شاء الله هتكون ناجحة جدا جدا في تسكيت الطفل اللي بيعيط ده، والاب كمان يتخلص من الصوت بتاع الطفل والدوشة بتاعته. جربوها في البيت ومنتظر رأيكم ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع الجاي معانا موضوعات جديدة وتجارب جديدة هتساعدنا ان شاء الله ان احنا نتعامل كويس مع اطفالنا. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له مشاركة، وكمان نعمل اشتراك في القناة وتزوروا صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الانترنت. ألقاكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.